قبل ما نتكلم عن المباراة خلينا نروح لواحد من الرموز في نادي الهلال السعودي والنجم الكبير طبعا كابتن سعد المبارك. ازيك كابتن سعد؟ عليك كابتن هاني، حياك الله، حييك وحيي طبعا مشاهدين قناة الاهلي، وحيي طبعا معك استاذ الكابتن الاسلام. منورنا على شاشه قناه النادي الاهلي، طبعا نجم كبير وكلنا سعداء بوجودك معانا النهارده على شاشه قناه النادي الاهلي. اكيد زي ما بقول، وطبعا كابتن اسلام كنا بنتكلم على مباراه بكره، مباراه ما بين فريقين عربيين، واحد بطل اسيا والاخر بطل افريقيا، وبالتالي مباراه كبيره، مباراه مرتقبه ان شاء الله باذن الله نشوف مباراه جيده على مستوى الفني تليق باسم الفرقتين. لكن قبل ما نتكلم على مباراه بكره عايز اعرف رايك ايه، وتابعت ازاي مباراه تشيلسي في طبعا وهزيمه الهلال 1-0، لكن الهلال ادى بشكل اكثر من رائع. اول شيء طبعا في اجحاف طبعا سواء للهلال والاهلي، احنا عارفين طبعا النظام اكيد طبعا زي تشيلسي وزي اعتقد الفريق برضه البرازيلي مرتاحين. فلما العب قبل يمكن 3 ايام مباراه صعبه يمكن ادى فيها الهلال، مباراه برضه صعبه ادى فيها يمكن نجوم الاهلي، واحنا عارفين النادي الاهلي يمكن ينقص اكثر من 7 لاعبين كان مع المنتخب في بطوله الكاميرون في بطوله افريقيا. فاعتقد اجحاف طبعا من الاتحاد الفيفا، ولكن احنا شفنا الهلال قدم مباراة كبيرة امام تشيلسي، وبرضه فريق الاهلاوي قدم مباراة كبيرة امام الفريق البرازيلي، ومع ذلك يعني خسارة كانت غير متوقعة بالنسبة انا بالنسبة لي، يعني كنت حتى ارشح الهلال بواحد، وكنت ارشح حتى فريق الاهلي وانهم يتقابلوا على الفاينل طبعا العالمي. في بعضهم ممكن يقول لا، يعني احنا شايفين في تقدم كبير بالنسبة للكرة العربية والكرة الافريقية والاسيوية، ما في شك نشوف الاهلي من يمكن قمم الفرق العربيه ومن الافريقيه، وبرضه الهلال من قمم الفرق السعوديه والاسيويه. اكيد اكيد اسلام، برضه كان ليك سؤال خاص بالمباراه. كابتن سعد، الحقيقه برضه واحنا بنتكلم عن المباراه ان انت تتكلم عن زعيم افريقيا وتتكلم عن زعيم اسيا، اعتقد من المفترض ان احنا هنشوف مباراه على المستوى الفني، مباراه تليق باسم الكبيرين. اكيد شوف، مع احترامي طبعا للانديه العربيه بصفه عامه والانديه مثلا الاسيويه والافريقيه، يظل الاهلي والهلال من افضل انديه القاره. احنا شايفين الهلال عنده يمكن 4 بطولات، الاهلي اعتقد عنده ما يذكرني اعتقد اكثر من 10 بطولات. 10 بطولات افريقيه، عندنا 10 افريقيا طبعا. ايوه، ففريقين زي ذول يمكن يسيطروا، وسمي نادي القرن طبعا نادي الاهلي، سمي نادي القرن بالنسبه للهلال. اكيد المباراه بتكون ممتعه طبعا يوم غد بين الهلال والاهلي، فريقين طبعا كلهم عربيين، كلنا طبعا كلنا يحاول قدر الامكان يكون المركز الثالث من نصيب طبعا، سواء الاهلي او الهلال. اعتقد الاهلي ما عندي الذاكره هل حصل على المركز هذا في فتره سابقه، خدنا البرونزيه مرتين قبل كده، ويعني والمفروض ان الاهلي بينظر بكره أيوة. لهذه الاهلي فالاهلي تحصل عليها مرتين، يعني الهلال يمكن قبل 2 سنين من الان كان في المركز الرابع بطل العالميه، فاعتقد عنده طموح برضه انه يتحصل على المركز الثالث، غير الجائزه اللي يمكن حتى الجائزه اعتقد انها رمزيه بالنسبه للناديين الكبار، ولكن برضه المعنويات الامور الفنيه طبعا كلها تنصب. انا بالنسبه لي يعني الاهلي زي ما تكلمت عنده يمكن 7 لاعبين كان في المنتخب في كاميرون، الان مع عودتهم اعتقد المدرب لابد انه يمكن يزج على الاقل ب4 أو 3 لاعبين في مباراه الغد. الهلال طبعا برضه يميز، الهلال عنده محترفين، يعني عنده 7 محترفين اجانب، ولكن العنصر المحلي متواجد وبكثره، احنا شايفين اكثر من عنصر يمثل المنتخب السعودي بالنسبه مع فريق الهلال، واكثر من يمكن في الهلال يمكن اعتقد 10 لاعبين يمثلون المنتخب، والاهلي نفس الرقم. فاعتقد منتخب مصر حيقابل منتخب السعوديه انا بالنسبه لي يوم غد. ايوه صح، ده تفكير رائع الحقيقه، ان هي بالفعل يا كابتن هاني منتخب مصر سيلقي منتخب السعوديه. ده طبعا اكيد، وعلى مستوى البطوله برضه كابتن سعد عايز اعرف رايك في ان يعني حتى بيتسو موتسماني وبعض الاراء الفنيين بتقول شيء من الظلم شويه، ان يمكن بطل افريقيا وبطل اسيا يعني بيلعبوا مباراتين قبل ما يوصلوا الدور النهائي، في حين ان بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبيه على طول بينضموا لنصف النهائي. انت مع دوت و ممكن جدا يتم تعديل هذا الامر على اساس الفير بلاي، على اساس اعطاء الفرصه للجميع ويكون الفرص متساويه، رايك ايه في الموضوع يا كابتن سعد؟ والله يا كابتن انا عندي يمكن بعض الخلفيه، سالت يمكن قبل يومين
قالوا ممكن البطولة تصير كل 4 سنوات، يعني هذا اللي سمعته أنا، تكون كل 4 سنوات. قلت كيف الاختيار؟ قالوا الاختيار طبعا بطل موسم مثلا موسم حق الموسم هذا 21، موسم 22 و23 و24 يلعبوا في 25، الابطال يلعبوا كاربع فرق مثلا من البلد هذا واربع فرق من البلد هذا، كل قاره ياخذ منها 4 فرق. فاعتقد ممكن تكون فيها مجازفه، ولكن الانديه الكبيره احنا شايفينها بالذات الانديه الاوروبيه من الصعب انها تتقبل الفكره هذه، لانها تعرف عندها رزنامه من ناحيه انها يكون عندهم جدول، من ناحيه النشاطات المحليه بالذات في اوروبا. فاعتقد انها بتكون صعبه حتى على اتحاد فيفا انه يطبق النظام هذا. لا اعتقد النظام ده هيبقى صعب جدا، صعب يعني صعب. اعتقد اللي هو كل 4 سنين ده يا كابتن، وان انت تاخد البطل القاره كل سنه، ده هيبقى افرض واحد خد الاربع سنين يبقى هناخد الثاني. طب افرض صعب يعني، وكمان كل 4 سنين مش هتكون يعني. والله يعني افرض حد لا كمان هي صعبه، بس يعني افرض مرتبطه كمان بالبطوله السنويه، يعني مرتبطه ببطل افريقيا، وبطل افريقيا بيبقى كل سنه بيمثل القاره، وكذلك بطل اسيا كل سنه بيطلع بطل مختلف. مجرد معلومه ممكن تكون صح ممكن تكون غلط. يا رب ما تطلعش صح يا كابتن سعد، بيني وبينك يعني. هو والله يا رب ما تطلعش صح، لانها قد يعني هتعمل لنا دربكه كبيره. لكن في النهايه نتمنى ان احنا نشوف بكره ان شاء الله مباراه تليق بالزعيمين الكبيرين الهلال والنادي الاهلي. لكن على الجانب الهلال، الهلال حضرتك شايف المباراه او اهم ما يميز نادي الهلال ايه في هذه المباراه؟ واهم ما يميز الاهلي برضو يعني اقول ارجع واقول لك، طبعا الكاسب ربحان سواء الاهلي او الهلال، وكلنا طبعا تظل كوره، ولكن التنافس داخل الملعب هذا لابد من 90 دقيقه. الهلال عنده طموح، الاهلي عنده طموح، احنا شايفين بيكون طبعا في اعتقد الملعب بيكون مليان سواء الجمهور السعودي او الجمهور المصري طبعا يوم غد، واعتقد حتى توقيتها يعني الساعه يمكن 4 العصر، فبتكون مباراه شيء احس انها بتكون مباراه قويه يعني ثقيله، حيستمتع طبعا العالم ككل في المباراه هذه المركز الثالث والرابع. يا رب يا رب ان شاء الله تكون مباراه جيده. عايز اعرف كمان كابتن سعد رايك في ليوناردو، طبعا المدير الفني لنادي الهلال، من خلال وجودك الاجواء النقد، رايك ايه في هذا المدرب اللي اعتقاد ان هو قدم مباراه رائعه وخاصه في الشوط الثاني امام فريق كبير زي فريق تشيلسي؟ على كل المدرب يا كابتن سلام، يعني في يمكن في المسابقه المحليه كان في تعاطف جمهور الهلال على مستويات اللي كان يقدمها الهلال، ولكن المدرب عنده سي كبير. وانا يعني يمكن مع احترام يعني البعض يمكن الاعلاميين وبعض الجماهير، كنت متوقع انه حيبين في بطوله زي هذه كاس العالم. احنا شفنا حتى الفريق فرق بالذات اللاعبين، فريق لما يكون عندك الروح كلنا يمكن كباتنا عارفين الشيء ذا. الكابتن نعطيه يمكن 30 35%، ولكن اللاعب اذا كان عنده الروح وعنده برضه المهاره، يعني يمكن المدربين دائما احنا نعرف يكون طبعا التكتيك والتشكيل والتغييرات التبديلات اللي يحدثها المدرب خلال المباراه. بس فريق زي الهلال والاهلي لما تكون موجود عندها الروح وعندهم برضه يمكن الخبره الكافيه وكلهم يمكن انضموا للمنتخبات، اكيد بيكون فريق مستوى كبير. جارديم مدرب كبير انا بالنسبه لي، ولكن الامتعاض اللي كان من الجماهير ومن بعض الاعلام الهلالي اعتقد ما كان في محل التوقعات. طيب يا رب كل التوفيق، وتشوف مباراه جيده بكره تليق باسم الفريقين. انا بشكرك جدا 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 يا كابتن سعد على هذه المداخله وهذا الكلام المحترم يا كابتن هاني.